أصدقائي اللي موجودين على الصفحة دي، أنا الصفحة رجعت وأنا في البرنامج. متشكر قوي لدعمكم، ومتشكر للناس اللي عرفت ترجع الصفحة. متشكر قوي قوي قوي، أنا سعيد جدا، وإن شاء الله هنبقى مع بعض عليها وهنهتم بيها جدا جدا. وطول ما أنتوا بتدعمونا كده هنبقى مع بعض. فتحياتي لكم، وأتمنى نكون الصفحة دي تبقى هي المنبرنا، وهنعمل لها فيديوهات لوحدها أو عيدكم بداية. معلش هو في دوشة في الاستوديو، بس الدوشة دي سببها ان انا سعيد جدا وما صدقت طلعت بريك عشان اعبر عن سعادتي وفرحتي بان الصفحة رجعت. الصفحة دي تهمني جدا وانا بحبها جدا. شكرا للفريق التكنيشن القائمين على الحساب ده، وشكرا للموجودين عليها. شدوا حيلكم بقى وندعمها اكتر. تحياتي.